لم يتغير الزمن كثيرا، رائحة الأمس تنبعث من القلوب الكهوف النفوس الجريحة، تنأى في واقع صلد عصي عن الانفلات. إنها السراقة الخضراء نسبة إلى حسها الأخضر الذي يظل حارسها الأمين. عندما خدمت الحطب راني نلقى بها مكسرة، والناس تشيل علينا خاطر ما عندهاش الغاز، هذا حتى حاجة. أي نخدم في هذه الخدمة، هي وين ما لقيت حتى خدمة نخدمها، راني نخدم بقول لك الحطب من لقط فيه ندي نبيعو للناس، قطع ويدتي بوس حطب يابس ندي نبيعو حتى الخريف. هذه خدمتي. هو الموقد الجبلي أو التنور يتأجج وهجا، الزهراء عادت إلى الموقد، إلى معانقة الخبز البلدي الذي اختطف منها راحتها كما اختطف النفط من العالم سعادته وأمنه وسلامه.